شارع الخزان قابلت لي إنسان فيه الحلا ألوان سبحاني من صور. في شارع الخزان قابلت لي إنسان فيه الحلا. مرحبا أخوي، ممكن تساعدني؟ أمريني، السيارة تعطلت علي ولا أدري وش فيها وتوهكت. طيب أطلبي من أحد التطبيقات. جوالي طافي ولا في شحن، المشكلة مو هنا، متأخر عن موعد العيادة، تراها قريبة على آخر الشارع يمين، بس أبيك توصلني الله يعافيك. المشكلة وين أركبس؟ في الصندوق عيب، وقدام ما قد ركبت إلا أمي أو أختي. تكفى، أبي فزعك. أوكي، للضرورة تحكام، انقزي. معليش ركبت معك هنا، بس لا تشيل هم، بنا بردشن وراس محجر القطو. مو محجرة الهم، هذا بيتها ومبسوطة فيه. أما عاد مبسوطة فيه، أنا يوم جتني كورونا قعدت أسبوع بالملحق، بغيت أموت. لا لا لا، مو كل الوقت أخلي لوسي في القفص، بس وقت الطلعات. اسمها لوسي؟ حبيبي لوسي، عاشت الأسامي. وين العيادة؟ هنا العيادة. سلامات، أنت قايلة العيادة هذه حقت بيطرية. أوراقها معك؟ إيه، جوازها ودفتر تطعيم. إيش تحتاج؟ دفتر تطعيم بعد إذنك. أوكي ثواني. أم عاد ذي معها جواز سفر؟ إيه، أجل شلون تسافر معي باريس ولندن؟ ذي تروح باريس ولندن؟ الله يخلف علي، أنا أبعد مكان رحت جدة، بس ما أقول إلا يا ليتني بوسي وأصير صديق لوسي. إن شاء الله يكون عندك وقت وتسافر. الوقت موجود، بس المشكلة الطفرة شينا. اليوم عنده موعد تطعيمه واحدة ضد الفيروسات والميكروبات، جرعة تنشيطية تعتبر بسيطة يعني. ألعب يا القط المحصن، والله مو بسهل. هلا والله، عاد حداك البيت البطل. أم عاد دوار ببيتكم. إيه دوار، وش عندك أنت انهبلت؟ لا لا لا، بس أول مرة أشوف دوار ببيت. تصدقين بديت أحسد القطو على كل شيء. أنت دمك خفيف يا عامر، شكرا لك، تعبتك معي اليوم. أنت ما تعرف قدر لوسي عندي، لوسي عندي بالدنيا كلها. حتى أنا حبيتها، لوسي ترحب من أول نظرة. وبشري بعزس أي شيء تبينه تحت أمرس وتحت أمر لوسي. ردمي معس. مع السلامة. مع السلامة. أقول لك البنت في الكامل، عشان كذا ناديتك بك تضبطني. شربها يا عامر، عطني سنابها ومالك إلا اللي يرضيك. لا يا شيخ، تبي تسرقها يا هطف، أنا أبي شورك بس. غريبة يا عامر، مين من عوايدك؟ تحسبني زيك يا ورع، أنا بتزوجها. أخس يا عامر، تلعب على الثقيل أنت. إيه لا تطقطق، الحين الزبدة، باخذ رايك. أهديها وردة. وردة يقد بك يا ابن الحلال. اسمع، البنات ما ينفع معهم إلا الجوالات، جيب لها جوال. أم عاد جوال يا أبوي، هذه ما هي بكاش، اللي بعده جوال ما يمشي معها. أجل اسمع، مالك إلا تجيب لها شيء تحبه حتى لو مو بغالي، أهم شيء يعجبها. جبتها، بكرة هديتها تحضر عندها.
أهلين عامر. هلا بالزود، أنت بالبيت؟ إيه، ليه؟ أبد، أنا عند باب بيتكم وبيس الموضوع. أوكي تفضل أدخل، أنا نازلة. مرحبا فيك أخوي عامر. هلا بالزود، تصدقين بيتكم أفخم من حياتي. الله يكثر ثواريك. تفضل تفضل. طب غمض عيونس. ليش؟ أمانة أمانة غمض عيونس. جايب لك قطاوة هدية لوسي علشان ما تطقها النفسية. وش ذا؟ طلعهم من البيت. سلامات، ثلاث ساعات وأنا أدورهم بالشوارع ولا حقهم من سيارة لسيارة، بالأخير تقولين كذا هذا جزاتي. تبي تخرب قطوتي؟ جايب قطاوة الشوارع عندي. حتى لوسي خاف. وش ذا الشخص أنا؟ كلها قطاوة يعني. علشان ذي من نسيم النظيم حقتكم من حطين. أقول لك طردتني أنا والقطاوة اللي معي. لأنك غبي. إيه لا تغلط، لا أفصل عليك الحين. تراني حساس اليومين ذي. وش تبين أقول لك؟ بنت فل كامل وكيوت ودراهم. إيه شايفها أنت؟ لا لا أنت قلت لي. أنا قلت لك البنت فل كامل، ما قلت لك كيوت. الزبدة عندك حل الحين؟ الحل لازم تصلح غلطتك. صلح غلطتي؟ شلون؟ لا تقول لي هدية، ترى ذي برج المملكة ما يملى عينها. لا لا لا، العينات هذه أعرف كيف أخليك تجيب راسها. كيف؟ أرسل لها أغنية فيها عتب. والله أنك جبتها، أبوك التعزيز البطل. عندي الأغنية. ها بشر، وش رسلت لها؟ خلصت من جملة الخلان أحسن لي أعيش وحداني. بشير أحمد شنان. صاحي أنت وجهك صاحي، لأخذ الزمزمية وأدمجك فيها. الأغنية دي رسلها لصالح، رسلها لتركي، مو هو البنت أنت وجهك. يلا انتظر بلوك، انتظر وش تناظر. أرسلت. عامر أنت مرتبط؟ أتحداك. وش قلت لك يا البلوك؟ البنت حبتني يا ولد، حبتني. وش تنتظر؟ قل لها ماني مرتبط. اسمع وخش في عينها وقل لها أبيك. أم عاد ما انتظرتني أجاوب. أرسلت. إذا ما أنت مرتبط أبيك تجيني بكرة وتقابل أبوي. وش أسوي الحين؟ وش أسوي؟ أثقل ولا أروح لها ولا أرسل لها؟ وش أسوي؟ علمني. تكفى. قل لها موافق. اخلص. أبشر أبشر. ما هو بموافق. قل لها قدام. تعال والله لوسي يا وحشني يا شيخ. صدقين طول الطريق وانا افكر فيه ومشغل اغاني عبد المجيد. شخبارس شعلومس عسى ما استنكرتي بس بعد التطعيمه. اقول لك شلون سنتي طيبه؟ شلون الوالد عسى طيب؟ هذا بابي. بابي ايش تقصدي؟ ما درسناها هذه يعني اقرب لس. بابي يعني ابوي. ها بوس ما شاء الله. انا كنت احسبه بريكنج باد. اتحداك الكشخ البطله طق النظارات والقفل والحركات والكاب والمركات. هلا والله شو اخبارك يا عم؟ عساك طيب عساك مرتاح. الله يحييك. عموما تفضل تفضل الله يهديك تفضل. خذي ورا ماي اليمين حاط مفاتيح. اوف 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 مجلسكم كبر بيتنا. عادي انا والعيال نجي نلعب 11 11 كوره. اتحداك المجلس البطل. الحين اذا جاء واحد وجلس هنا واحد جلس هناك في اخر المجلس وبغى يسلفون يدقون على بعض جوال. تفضل 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 يا عم. سم. انا استاذن. يا عمري اقصد يا عمري يا لوسي مشتاق لها كثير. تبي اخليها عندكم؟ لا 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 اخاف تفقد وتبدا تطلع اصوات تزعج عمي. خلكم كلكم. ايوه علمينا من بدري هذا خوس.
لا، هذا القهوجي. معاد محترميني. أنا بروح وأخليكم تاخذوا راحتكم. يا بنتي يا ريما، الله يهديك. الآدمي هذا ما راح ينفع لك. وليه ما راح ينفعلي؟ كيف حكمت عليه يا بابي؟ يا بنتي، لا هو من ثوبنا ولا احنا من ثوبه، وبعدين الولد هذا غير راقي، وانت ما شاء الله عليك راقية ومثقفة، والف نية اتمناك يا بنت الحلال. كفاية غصبتين على ولد عمي فهد، دكتور دكتور دكتور، واخر شيء لا احترمني ولا احترم حبيبتي لوسي، وطلقني من ثاني اسبوع، ما راح اتزوج الا عامر. طيب انا معك وبمشي على اختيارك، ما في مشكلة، ولكن بشرط. قول واعتبرني موافقة.